السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه نتمنى تلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. قبل ما ندخلوا في سلب الموضوع، ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك لهاد الفيديو هادي وتبارطاجيوها مع اصحابكم باش تعم المعلومه ان شاء الله. اول حاجه نتمنى تكونوا دوزتوا الدوره الاستدراكيه بشكل جيد ان شاء الله، ونتمنى انكم تكونوا جاوبتوا مزيان. فعلى بركه الله اللي نقول لكم في هاد الفيديو هادي هو امتى غادي تحطوا لكم النتائج. فالنتائج ان شاء الله غادي يكونوا يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. فاللي نقول لكم هو ما تخلعوا ما تقلقوا ما والو، هادشي اصلا ديجا دوزتوه في الدوره العاديه، يعني ديال صدور نتائج الدورة العادية ديجا دوزتو هاد المرحلة ديال انتظار النتائج الى غير ذلك. فيعني عادي جدا غادي تشوفوا النتائج ديالكم نهار الجمعة ان شاء الله، ويعني اللي نجح مبروك عليه، واللي عاود السنة راه غادي يعاودها عادي جدا، يعني غادي يعاود يستعد لها مرة اخرى وغادي ينجح ان شاء الله في السنة القادمة ان شاء الله. فهادشي اللي نقول لكم، نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله، وتهلاو في راسكم.